ازيكم رجعنا من الشرق الخير، رجعت لكم فيديو جديد النهارده معايا حلقه جديده من سلسله التحديات في بيس 2021. لو انت لسه مش حاطط لايك اشكرك واشترك، عايزين نوصل فيديو ده اكتر من 50 لايك. يلا رجعنا نقدر كل واحد حط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه لان نسبه المشاهدين في القناه غير مشتركين اعلى من نسبه المشتركين. فليه حط لايك وساعدني نوصل ل 2000 مشترك وتحفزني ان انا انزل اكتر واكتر. النهارده عندنا تحدي من اخونا ادهم كيلر، بيقول لي اتحداك تلعب بكريستيانو الميني امام ميسي العملاق. ف ربنا يستر لانه هيبقى تحدي صعب جدا 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 باذن ان احنا نلعب بكريستيانو امام ميسي. فلو عندك برضو تحديات اكتب لي تحت في الكومنتات لاي تحدي موجود او يخطر على بالك. طبعا زي ما انتم شايفين دي الخطه بتاعتنا كلها كريستيانو، الناحيه الثانيه كلها ميسي، لكن كريستيانو الميني او اللي هو القزم امام ميسي العملاق جدا جدا جدا. طبعا زي ما شايفين الدفاع عندنا في المهلبيه هو وحارس المرمى حتى خط النص يعني، وعندك ميسي برضه نفس الكلام، عندك ميسي نفس الكلام. اعداد المرارنج متميز 8 دقايق اوكي. نشرب بقى ميه كده ونسخن لان هيبقى في ضحك للركب. زي ما انتم شايفين ميسي الميني، نسيت اطول ميسي الحارس، يا الله نسيت اطوله. لا عيد تاني لازم اخرج واكبره. اوكي يا رجاله بنرجع لكم تاني بعد ما طولنا للحارس ليونيل ميسي. طبعا ليونيل ميسي وصل لاعلى رقم في الطول 2 متر و10 سم، وميسي وكريستيانو قصر لاقصر حاجه موجوده في اللعبه. زي ما شايفين شوف فرق الطول، كريستيانو 155 سنتيمتر، يعني متخيلين الفرق؟ فرق حوالي 60 سنتيمتر، فرق كبير جدا وهيبان في الملعب اكيد جدا هيبان. بس كريستيانو صغير ازاي وميسي طويل. اوكي يا رجاله ضربة البداية على طول، بسم الله نبتدي. يلا بإذن الله الفوز، يلا يا كريستيانو. مش من البداية ميسي طويل قوي، ميسي طويل قوي يا جدعان. لا في فرق فعلا حقيقي جبار، الطول بيفرق فعلا. كريستيانو قصير قوي وميسي طويل قوي، ايه ده في ايه يا عم؟ خلاص لا جول. أهم حاجة إن ميسي ما عنده يعني رأسيات عنده ضعيفة شوية. خلي بالنا يا ولد يا كدون. كريستيانو في الدفاع يا ولد. راح يلا دون ما تعرضش مش طالبة. يلا كريستيانو خلي بالنا من العرضيات بقى، يا الله على العرضيات. استغل إن ميسي ما عرفش يدافع. يلا يا ولد كعب كريستيانو. يلا واحدة سي وانت قزم سي يا كريستيانو رونالدو. 1-0 امام ميسي العملاق، امام ليو العملاق. بيعاني. لا اوكي فاول لينا ولا لا لينا؟ الحمد لله. لا انا عملت والله بالغلط اديته التعادل، والله بالغلط اديت لميسي التعادل. يلا دون ميسي الحارس بيتألق، والله ميسي الحارس بيتألق. اليو كريستيانو يعاني في الدفاع. يا ولد بيطلع امام ميسي العملاق وبيشيلها. شوف الهربة الدو. يا جدعان ميسي حارس ده ماله. يلا كريستيانو يلا ايه يا عم؟ لا يا جدعان ده طاقته سبب 40، ده طاقته 40 في الحال في الحراسة، ده مش كده، ده مش طبيعي. لا 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 بص الجون، بص الجون وكريستيانو. لا حقيقي لما قرب للجون اتفضح. يلا دون يودي كرة أرضية. ميسي بقى تألق في الدفاع. بقول لكم يلا كريستيانو رونالدو. استغل ان هو بيعرف يشوط من بعيد. ها ايه ده؟ والله بياخدها. لا 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 مجنون انت كريستيانو، مجنون بياخدها من امام ميسي. لا 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 الحمد لله عدت. لا يا كريستيانو اقفل زاويتك يا كريستيانو، والله حرام بس ادينا طول الماتش. يلا كريستيانو يو يا جدعان في ايه بقى؟ انا تعبت كم عرضه. يلا روح يا دون. يلا كريستيانو
يلا كريستيانو. لا 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 مستحيل مستحيل في حاجة مستحيل في حاجة. لا 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 اللعبة اللعبة قصدة بقى. أيوة 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 خشي 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 بقى خشي بقى خشي بقى بس خلاص خلاص بعد ايه بس انتوا شفتوا انتوا شفتوا اللعبة هي قصدها انها ان هي تخسر. والله تحدي صعب والله بحاول والله بحاول وبدافع بس التحدي صعب التحدي صعب يا جدعان. انا لبست هدف في نفسي في الاول مني لله والله والله مني لله حقيقي مقدم مباراة تاريخية. لا 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 انا كسبت انا كسبت التحدي ده انا كسبت التحدي يا عافية زو انا كسبت التحدي 11 تسديدة مقابل 8 وبصراحة بصراحة يعني ده يثبت حاجة واحدة بس ان اللاعبين بيلعبوا في اي مكان حطهم في اي مكان هيأدوا. عندك ميسي تألق في الحراسة جدا 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 كريستيانو تألق في الدفاع طبعا الهجوم يعني هم الاثنين زي ما هم وخط النص برضو يعني يمشي حالهم. فبس يا رجاله اتمنى تكونوا عجبكم واستمتعتوا بيه. انا عارف ان انا خسرت لكن انا بالنسبه لي والله مكسب لان زي ما انتم شفتوا انا كرات قد ايه. فبس كان معاكم احمد نبيل فاملي انا اشوفكم على خير.